إليه
ليس لذة عن الإسلام، ليس كفرا، إنما هو معصية. فالمسلم الذي آذى مسلما بلسانه أو بيده، أو ظلمه كأن سبه بغير حق، أو ضربه بغير حق، هذا ليس مخرجا من الدين والملة، يعني منه كفر، لا، لكنه معصية، حرام، اسم لا يجوز. لذلك إذا فعله المسلم يبقى مسلما، لكنه لا يكون كاملا. فهمنا لماذا قلنا المسلم الكامل؟ لأن هذا ليس مخرجا من الدين. والمسلم الكامل التقي يتجنب إيذاء المسلمين بغير حق، وإذا كان سب المسلم بغير حق فسوق. كيف ما هو أشد من ذلك؟ بأنواع الضرب أو الإيذاء في البدن والأموال عن مجرد كلمة باللسان. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وهذا كم يحصل اليوم في المجتمعات، وكم يحصل في الشوارع، وكم يحصل بين أحيانا صاحب العمل مع العمال، لأنه هو صاحب العمل بيصير أحيانا يظلمهم، بيصير أحيانا يطاول عليهم، يسبهم بغير حق، قد يسب له أمه لهذا العامل، قد يسب له بيته، قد يسب له عيلته، هذا ظلم، هذا حرام. سباب المسلم فسوق. وأحيانا ماذا يحصل؟ يكون إنسان في الحي، في الشارع، بيكون يعني هنستعمل عبارة عامل حاله أوضاع الشارع، يعني الفقراء اللي بالشارع أو بالمحلة أو الغرباء أو من كان عابر سبيل أو من كان غريبا عن المحلة، يصير هذا اللي عامل حاله أوضاع المنطقة يتصدر عليهم من الإيذاء والسب والشتم والإهانة، وأحيانا ربما ضربه. ليش؟ بس لأنه منظر قد يقال معجب. طيب أنت بقوتك هذه تظلم هؤلاء الناس، ونسيت أن الله تعالى قادر على أن يخسف بك الأرض، وأن الله قادر على أن يمسخك إلى حجر، أو أن يمسخك إلى ما شابه مما فيه إهانة لك، كالذين نسخوا إلى قردة أو خنازير أو حمير أو غير ذلك. ومسألة المسخ ثابتة في القرآن والحديث والتاريخ والواقع. والواقع أليس الله يقول في القرآن: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله أكبر، الله مسخهم قردة وخنازير. ثم في الحديث ماذا قال الرسول؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. والرسول صادق، أصدق المخلوقين، أصدق العالمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يكون في أمتي، يكون في أمتي خسف. ما هو الخسف؟ هو أن تنشق الأرض فتبتلع من عليها. وهذا حصل في الماضي كثيرا ويحصل في زماننا هذا. يكون في أمتي خسف ومسخ. ما هو المسخ؟
في جبل مقطم، في جبل مقطم في القاهرة، كان بعض الناس تحت الجبل يشربون الخمور ويلعبون القمار مع بعض المنكرات التي هي زيادة على هذا. الجبل انشق ووقع عليهم، الجبل انشق ووقع عليهم، هذا حصل أكثر من مرة. إذا هذا مصداق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حصل في العراق وفي الشام وفي تركيا وفي بعض البلاد أن الناس نسخوا إلى خنازير، وواحد نسخ رأسه إلى رأس حمار، كان يستخف بالمؤذن، يعني بالأذان ليس بشخص المؤذن. إذا أذن المؤذن يقول شهق الحمار، فخسف الله فمسخ الله رأسه، رأس حمار. ثم هذا الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا أليس روى أن شابا كانت أمه إذا نادته يقول لها اشهقي كما تشهق الحمير، فلما مات ودفن والناس ما زالوا حول القبر أخرج رأسه من القبر وقد مسح الله رأسه إلى رأس حمار وصار يشهق كما يشهق الحمار أمام الناس الذين جاءوا لدفنه. هذا رواه الإمام ابن أبي الدنيا. إذا مسألة المسخ ثابتة. فأنت يا ظالم الذي تظلم الناس بضربهم وسبهم وشتمهم وأكل حقوقهم، ها؟ إن كنت صاحب عمل والعمال عندك ضعفاء، فقراء، غرباء، أو من المهجرين، يصيبك يستطبع بينهم، يظلمهم، يضربهم، يسبهم، ويأكلهم معاشاتهم أحيانا، ويأكلهم معاشاتهم، أو أحيانا يعطيهم ربع معاش، نصف معاش، هو اتفق معهم، نقول مثلا 600,000 ليرة لبنان، يصير هيك بدون سبب بغير حق يعطيك 200,000. كيف هيك؟ بقول له عجبك عجبك ما عجبك روح. يعطيك 300,000 وهو متفق معه لقول 600,000، هذا ظلم، هذا ظلم عدوان. أو بالطريق عامل مثل ما بيقولوا بالعاميه أبو علي المنطا، هذا قاري غريب من الشارع يجيبه بيضربه سحسوري، وهذا بيضربه كف، وهذا بيسبه، ليش؟ بس لأنه عنده قوة أو سلطة، وهول غرباء، وهول ضعفاء، وهول مهجرين. إذا دعت قوتك للظلم على ظلم الناس، فتذكر أن الله قادر على أن يمسخك، وتذكر على أن الله قادر على أن يخسف بك الله. إذا دعت قوتك على ظلم الناس، فتذكر أن الله قادر عليك، وقادر على أن يجعلك عبرة للناس. إذا ماذا قال الرسول؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من المسلم قلنا هنا؟ الكامل. طيب إذا كان المسلم ضرب مسلما بغير حق هل يكفر؟ لا. طيب سبب بغير حق هل يكفر؟ لا. هذا من الكفر بس معصية، ظلم، حرام، ما بيجوز. الله ماذا قال في الحديث القدسي؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انتبهوا جيدا لمعنى الحديث القدسي. ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي؟ أي تقدست عنه. ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي؟ تقدست، يعني الله منزه، الله مقدس عن الظلم، مستحيل في حقه الظلم. لأن الظلم ما هو يا إخواني؟ اسمعوا جيدا، الظلم له عدة تعاريف، منها وضع الشيء
إذا انتبه وقال فعال لما يريد. من الذي يلحقه أمر المخلوق؟ نحن علينا أوامر من الله عز وجل، الإنس، الجن، الملائكة. الله يأمرهم أن يفعلوا كذا، يأمرهم بعمل كذا. بعض الملائكة لهم وظيفة في المطر، بعضهم في الجبال، بعضهم في البحار. ملك موكل بالأرحام، أرحام النساء، يصور الجنين في رحم الأم، ومن لطافته الملك لأنه جسم لطيف وله روح. انتبهوا، الملائكة لهم أرواح ولهم إرادة، لهم أرواح ولهم إرادة، ليسوا كالورقة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرى. لا، الملائكة لهم إرادة ولهم أرواح. لذلك قال ربنا عنهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة لهم أرواح والملائكة لهم إرادة. ماذا قال ربنا في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية، لا يعصون الله وبالصلاة. لا يوجد ملك لا يصلي، كل الملائكة يصلون، حتى حملة العرش يصلون. طيب الصيام، هم لا يقولون أصلا ولا يشربون. طيب بماذا؟ بما يأمرهم الله تعالى من أعمال، هم مكلفون بذلك. إذا العقائد الإيمانية هم مكلفون بها، والآن يعملون بشريعة محمد من التزام الصلوات الخمس، وما يؤمرون به ينفذونه. أما الزكاة ليس عليهم، الصيام هم لا يأكلون ولا يشربون، أما الصلاة فيصلون. لا يوجد ملك لا يصلي. ماذا قال الرسول كما في صحيح مسلم؟ يحثنا على ضوء صفوف الصلاة. اسمعوا ماذا قال عن الملائكة، يصفون كما تصفون، يعني يقومون صفوفا بالصلاة. فلا يوجد ملك لا يصلي، إذا كل ملك يصلي، والملائكة لهم إرادة ولهم اختيار، لهم إرادة ولهم اختيار. والله سبحانه لا يلزمه أمر ولا يتوجه عليه أمر، فهو ليس كالإنس ولا كالجن ولا كالملائكة. إذا انتبه، الله لا يجب عليه شيء. ماذا قال ابن الإسلام؟ وما على الإله شيء يجب. الله لا يجب عليه شيء، إنما تكرما وتفضلا منه يعطي عباده الثواب على الأعمال الحسنة، يرزقهم تكرما وتفضلا ليس واجبا عليه. اسمعوا يا اخوان، المعتزلة الذين يقولون يجب على الله ان يفعل ما هو الاصلح للعباد، من اسهل وابسط الردود عليهم تعرفوا شو؟ تعرفون ماذا؟ يقال لهم اذا على زعمكم لا يلزم العبيد ان يشكر ربه، لانه يفعل ما يجب عليه بزعمكم. فهمناها؟ اذا كان ملزم بزعمه وواجب عليه أن يفعل، إذا بزعمكم لا يلزم الناس أن يشكروا الله، لا يلزم العباد أن يطيعوا الله، لأنه يفعل لهم ما هو الأصلح من باب الوجوب على زعمكم. وهذا لا يقوله منصف، هذا لا يقبله من له أدنى عقل سليم، أدنى عقل سليم. إذا الآن انتبهوا، ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي؟ تنزهت وتقدست عن الظلم. وما هو تعريف الظلم؟ وضع الشيء في غير محله، هذا تعريف. اثنين،
ليش يا اخوانا؟ المستحيل العقلي يقبل الوجود اصلا بذاته؟ لا. طيب انا مستحيل في حق الله، فكيف عم بيقول الله قادر عليه لكن لا يفعله تكرما؟ انتبهوا، لما نقول المستحيل العقلي لا يقبل الوجود اصلا بذاته، انتبه، هذا ليس بقصور في قدره الله. لا، الله لما نقول قادر على كل شيء، شو يعني شيء؟ الممكنات العقليه، الممكنات العقليه، لكن لا يقال يدخل تحت شيء اتخاذ الولد او الزوجه او الشريك. هل هذا يقبله مسلم؟ لا. هل هذا يقبله مؤمن؟ لا. اذا شو معنى الله قادر على كل شيء؟ يعني ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة اخرى. هل يجوز في العقل ان يكون الرب ظالما؟ لا يجوز. ماذا قال ربنا في القران؟ اسمعوا هذه الايه: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وماذا قال؟ وما ربك بظلام للعبيد. طيب اما من حيث العقل شرحناه الان، اذا قال لك بدي نص، حدا من العلماء نص على ذلك، مين؟ شو بتقول له؟ وين المصدر؟ اي عالم؟ اي امام؟ اي فقيه؟ اي كتاب؟ نص على ان الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا. لما تناقشهم شو بيقول لك؟ إيه نعم، لاجل ورود الايات والاحاديث من حيث الشرع نوافق مستحيل، اما من حيث العقل على زعمه ماذا يقولون؟ يجوز عليه. وهذا خلاف الدين ام موافقه للدين؟ خلاف الدين. اذا مين من العلماء نص؟ من من العلماء ذكر بالتصريح ان الله لا يجوز عليه الظلم لا شرعا ولا عقلا؟ الفقيه، الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في المجلد الرابع صحيفة 706 يقول: ويستحيل، احفظوا العبارة، يقول: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. هذا نص للعلماء، نرجع بعيد، شو المصدر؟ من الإمام أو العالم أو الفقيه؟ بدر الدين الزركشي. شو اسم الكتاب؟ تشريف المسامع. أي مجلد؟ الرابع. أي صحيفة؟
يكون أشد قبحاً، لأنك في عبادة عظيمة وهي الصيام. ويتأكد في حقه كثرة الجود. شو يعني الجود؟ الكرم والسخاء والعطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله، في وجوه الخير، في وجوه البر. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله، وكان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، بل كان يكون في رمضان في الجود والسخاء والعطاء كالريح المرسلة في الجود. في الجود كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان ينفق ويجود إلى، اسمعوا إلى أي حد، إلى أنه سئل غنما بين جبلين في مكة فأعطاها للسائل فساقها ومشى. تتخيل شو يعني جبلين؟ بين الجبلين أغنام. هذه تعبير عن كثرتنا يعني. إجا ولد طلبها من الرسول. يمكن لو كنت انت او انا بتفكر انه بعطي خروف واحد بكفيه، بعطي خروفين ثلاثه اربعه خمسه عشره، ماذا فعل الرسول؟ اعطاه اياها كلها غنم بين جبلين فساقها هذا السائل. السائل يعني الذي طلبها، سالها، ساقها ومشى. أليس في بعض الأخبار أن من أسلموا على يد الرسول وغلظ بعضهم من أخلاقه قالوا لأقوامهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر؟ الرسول أجود خلق الله، أجود خلق الله صلى الله عليه وسلم. تعرف يا أخواننا من شدة كرم وجود الرسول إلى أين وصل؟ كان يأتيه أحيانا صاحب الحاجة فيطلب منه فلا يجد ما يعطيه وليس عنده ما يعطيه، تعرفون ماذا يقول له؟ اقترض علي. الله أكبر، الله أكبر، ما عنده ما يعطيه، لكن لا يرده فارغا، يقول له اقترض علي، يعني أنت خذ حاجتك، اقترض وأنا علي سد الدين، سد القرض، رد القرض. انظروا إلى أي حال، إلى أي مرتبة، إلى أي منزلة، إلى أين بلغ صلى الله عليه وسلم في الجود والسخاء، في العطاء والبذل. أليس هو الذي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ طيب إذا هذا يتأكد أيضا في رمضان وفي حق الصائم، وهذا الأمر مهم في كل أوقاتنا، لأنه الحاجات كبيرة، حاجات الدعوة، حاجات المصلحة، حاجات الفقراء، حاجات المسلمين كثير من هيك. إذا هذا يتأكد ويزداد تأكدا من في رمضان، يزداد تأكدا في رمضان. وشو كمان؟ وفي حق الصائم، لأنه قد يكون في ناس معذورين بالإفطار فبيجودوا رمضان ينفقون ويعطون، وواحد صائم كمان هذا الصائم مطلوب شو؟ أن يجود، أن يعطي، أن ينفق ولا يخشى الفقر. المال مال الله، المال مال الله، فلا ينبغي للإنسان أن يخشى الفقر. تصدق بما معك، لأنك إن تصدقت به حفظته، ادخرته بقبرك، قدمته للآخرة. اسمع ماذا ورد في الحديث. دخل صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهام التكاثر حتى ختمها، فلما ختمها صلى الله عليه وسلم قال، يقول ابن آدم
يشرب فيه الشاي والحليب، الشاي والحليب، بقي فيه شيء في هذا الكوب جزء، ثم ماذا فعل؟ نظر فأعطاه لامرأة مسنة، امرأة كبيرة. ماذا قالت له؟ قالت له: شيخنا، اشتروا طعام
تلاوة القرآن. لكن تلاوة القرآن يا إخواني عبادة، أليس هكذا؟ والعبادة لها أركان وشروط أم لا؟ بلى. طيب نحن مش تعلمنا أن العبادات والدين على الوجه الذي ورد في الشرع؟ اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات. لكن هذا لمن؟ اسمع ماذا قال الله تعالى لتعرف الجواب. يتلونه حق تلاوته. ففي شروط. شو هي شروط حصول قراءة القرآن؟ أن يكون القارئ مسلما. هذا أول شرط في كل العبادات. هذا في كل العبادات. شو ثاني شرط؟ أن يكون أخذ بالتلقي. شو كمان؟ الإخلاص. شو يعني الإخلاص؟ من ثلاث أيام شرحنا كيف نفهمين. شو يعني الإخلاص؟ أن يعمل عمل البر والطاعة من قصد طلب الثواب من الله. أما الرياء هو أن يعمل عمل البر والطاعة بقصد أن يمدحه الناس. عرفتوا؟ طيب ماذا يشترط للقارئ لحصول الثواب؟ الإخلاص. يعني بده يقرأ لله عز وجل. مش مشان الناس يمدحوه، ولا على العادة التي يفعلها بعض الناس اليوم، يعملوا عادة قبيحة. شو هي؟ بيقرأوا غلط، وبخلط، وبغير، وبيحرفوا، وبيبقوا مصرين بدنا نعمل ختمة برمضان. بصدق بدي أعمل ختمة برمضان، خلص، ختمة برمضان. شو بيصير بيعملوا؟ بينحطوا بعضهم، بينبسطوا بعض. هي أنا صرت هون، أنت وين صرت؟ لأي جزء؟ أنا صرت بالجزء العشرين، بتقول أنا بعد الجزء العشرة. بصير بتحبوا بعضهم. لا يا إخواننا وأخواتنا، تلاوة القرآن عبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمعوا وانتبهوا. في من قرأ فأخطأ، هل سكت له؟ هل قال هو منيح يا جماعة؟ لا. هل قال منيح منيحة بالكفي؟ لا. قال أرشدوا أخاكم. والذي صلى فأخطأ ماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة فيها قراءة القرآن. شو قال له؟ فإنك لم تصلي. هذه الأحاديث. واستمع، أليس قال الرسول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لاحظ إلى قوله كما أمر. والرسول أليس هو أفضل خلق الله وأعلم خلق الله؟ مش كان له معلم؟ مش كان له معلم؟ علمه شديد القوى. شو يعني؟ جبريل علم محمدا عليه السلام. يا اخي يا حبيبي، اذا كان سيدنا محمد المعلم، مينك انت ومين انا؟ بدنا نقرا على صوتنا مثل ما بدنا وبدون ما ناخذ بالتلقي، ما يمشي الحال. فما تقراه بلا تلقي بغير الشروط ليس لك فيه ثواب. ليس لك فيه ثواب. قديه في ناس اليوم بحرفوا بقراءة القرآن، بيجي بده يصلي بكبر بيبدأ شو بيقول؟ صراط الذين. قديه في فرق بين الزاي والذال. الذين هي شو؟ الذين. مرة من المرات سيدنا عمر رضي الله عنه شاف اثنين شو عم يعملوا؟ عم يتدربوا على الرماية. اللي عم يرمي أصاب الهدف. شو قال له صاحبه؟ أسبت. شو قال له؟ أسبت. سيدنا عمر ما سكت له.
إنه كان يؤدبهم على اللحم. هذا إذا كان زمن الصحابة لحم التغيير، التغيير إلى ما يغير معنى الكلمة. أحيانا اللحم يغير معنى الكلمة فيفسده في بعض الأحوال. بدنا ننتبه اليوم، بعض الناس الجهال بيحكوا علينا، قال لك انت بتقول ص وسين وزاء. يا اخي يا حبيبي، انت اذا بدك تميز هذه الحروف بالكتابه تكتبها كلها زاء، تكتبها كلها سين، تكتبها كلها ص، او بتميزها بالكتابه. طيب ليش بالقراءه واللفظ ما بدك تميزها؟ واسمع وانتبه، التلفظ بالصاد والسين والزاي منها صعبة، ما بدها تكلف ولا تعمل حركات بإيديك وبوجهك وبراحتك وبراسك. لا 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 لا، لغة العرب سهلة، لغة العرب سهلة. كنا نضحك شيئا ونصلي معه، لا نراه يعمل حركات في القراءة ولا يشد عماله ولا عمه ولا على وجهه. قراءة سهلة سلسة. ومما يرد به على الذين يعترضون علينا في مسألة إخراج الصاد صاد والسين سين، هذه الحادثة يلي بيرويها بعض العلماء، قال كان في واحد لا يرى فرقا بين الصاد والسين، وصار هناك شو يحكي معه. هذا الأمر عم بحكيه مهم، مشان بس بدك تقرأ القرآن تخرج الحروف من مخارجها، مش مثل ما بعض الناس بيقرأوا كيفما كان وكيفما ارتفع. صاحبه يحكي معه يقول له لا، الصاد مثل السين. مرة من المرات هذا المعالج في هذه المسألة صادته حاجة عند الأمير، إجا عند صاحبه قال له اكتب لي رسالة، الأمير صاحبه اكتب لي رسالة عند الأمير يقضي لي حاجتي. قال له نعم، جاب من فلان إلى الأمير فلان الفلاني، إذا جاءك فلان بكتابي فاعلم أنه من أخس أصحابي. قال له الله الله في أمري، أنا من أخس أصحابك؟ إذا راح لكتاب هيك عند الأمير شو بيعمل فيك يعني؟ قال له أنت لا ترى فرقا بين الصاد والسين. قال له رجعت. لما وصلت لرغبته شو رجعت. يا اخواننا في القران في سوره، شو اسمها؟ سوره الرحمن السين. هل يصح ان يقال سوره الرحمن؟ لا. شفتوا بيتغير المعنى، بيتغير المعنى. فكيف هذا الشيء عم يقول الله والله وعبد الله وعبد القادر بالهمزه بدل القاف، عبد القادر، عبد الرزاق بالهمزه بدل القاف. هذا تحريف. الله اسمه القادر. لما معين ترفيعك عبد القادر حرفت اسم الله عز وجل. الله من اسمائه الرزاق. لما معين بابنك عبد الرزاق بالهمزه حرفت اسم الله. الله اسمه الله. لما تقول الله والله وعبد الله تحرف. ولهؤلاء الذين يحرفون ولا يقبلون النصيحة قول لهم كبروا أمامنا في الصلاة. كيف تكبرون؟ شو بيكبروا؟ بيقولوا الله أكبر أو الله أكبر. فلماذا في المخاطبة يحرفون؟ كل ما قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن، قل له قرأ الفاتحة هل بيقول باسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله؟ بسم الله. طيب ليش عم تتحرك بالمخاطبة والنطق فتقول الله والله وعبد الله؟ بكل واحد عليك وزر، واللي عم يقرأ القرآن إذا حرف وغير وبدل ليس له أجر، ليس له أجر. واسمعوا هذه الفائدة. الإمام الخليل
حذف ألف المد من لفظ الجلالة الذي قبل الهاء. شو يعني؟ إذا واحد قال الله، الله تطلع الهاء، بس شو حذف؟ شو حذف؟ الألف، ألف المد. يعني مش العبرة بس بالهاء لحالها. قال لا يجوز حذف ألف المد الذي قبل الهاء من لفظ الجلال. يعني لو قال الله والله، شو بيكون عم يتحرف؟ طيب لو طير الهاء وقال والله، ما بقى فيها. قال والله كمان تحريف. إذا شو هو اللفظ الصحيح؟ الله. شوفوا ما أشمله. الله بسم الله الرحمن